السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر ربح عبر قناة الأستاذ الناجح. تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الثانية متوسط، نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية. ولمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا في مادة اللغة العربية والرياضيات تجدون رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. أما بالنسبة للأقسام الأخرى الثالثة الرابعة الخامسة والأولى متوسط، أيضا سأترك لكم الروابط التي تحتاجونها في صندوق الوصف وفي أول تعليق أيضا. على بركة الله نبدأ في درس جديد ألا وهو العطف، لكن قبل ذلك المرجو منكم الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو في المجموعات التعليمية. العطف هو ارتباط بين كلمتين. ماذا؟ ارتباط بين كلمتين في الحكم والإعراب بأحد حروف العطف. قد يسألني التلميذ ما معنى الحكم يا أستاذ والإعراب؟ حروف العطف نعرفها، درسناها في التعليم الابتدائي، تابع معي ستفهم. مثال: وصل المعلم والتلميذ. ماذا عن الحكم؟ أقول أن الارتباط بين كلمتين المعلم والتلميذ في الحكم هو الوصول. ما معنى ذلك؟ حكمت على المعلم والتلميذ بالوصول، يعني المعلم والتلميذ حكمت عليهما بماذا؟ بالوصول. لو قلت وقف المعلم والتلميذ معناه أنني حكمت على المعلم والتلميذ بالوقوف. لو قلت مثلا خرج المعلم والتلميذ، الحكم هنا أنني حكمت على المعلم والتلميذ بالخروج. هذا ما معناه الحكم. أما بالنسبة للإعراب أقول وصل فعل ماض مبني على الفتح، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماذا قلنا هنا؟ المعلم مرفوع. بما أنه سمع جيدا يا بني، عندي عطف بأحد حروف العطف، وجب على الكلمة التي تلي يعني بعد حرف العطف أن تكون أيضا مرفوعة، ولها نفس الحكم الإعرابي، مرفوع قبل حرف العطف ومرفوع بعد حرف العطف. وصل المعلم والتلميذ. ما هي عناصر العطف في هذه الجملة؟ المعلم أو الكلمة التي تأتي قبل حرف العطف تسمى المعطوف عليه. المعطوف عليه تكون قبل حرف العطف، وهذه كيف إعرابها؟ تعرب حسب ماذا؟ حسب موقعها في الجملة. الكثير من التلاميذ يعتقدون أن إعراب المعلم هنا معطوف عليه. لا يا بني، المعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجملة. مثال عن ذلك: وصل فعل ماض، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لم ننطق أبدا كلمة معطوف عليه. لكن ماذا عن الكلمة التي تأتي بعد حرف العطف؟ إعرابها كيف يكون؟ معطوف، جيد، معطوف على من؟ معطوف على من؟ معطوف على كلمة المعلم. معطوف على كلمة المعلم. كيف؟ ما هي حركته الإعرابية؟ أقول بما أن هذا مرفوع، كلمة التلميذ أيضا يجب أن تكون مرفوعة، وأقول معطوف على المعلم مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. هذا بالنسبة لعناصر العطف وكيفية إعرابها. الآن نعود إلى حروف العطف ومعانيها. أقول لك أكلت التفاح والموز. عندنا هذا هو المعطوف عليه، وهنا عندي المعطوف.
أين حرف العطف هنا أعزائي التلاميذ؟ هو الواو، حرف العطف. فما عمل حرف العطف هنا؟ أقول الواو ككل حروف العطف أول عمل يقوم به هو أن يربط بين كلمتين في الحكم وفي الإعراب، لكن الواو بدون تقيد زمني أو في زمن. عندما أقول لك يا بني هل أكلت التفاح والموزة؟ نعم تقول لي أكلت التفاح والموزة، لكن لا أعرف في الواو، في حرف الواو لا أعرف إن أكلت التفاح هو الأول أو الموز. هذا ما معناه تقيد زمني أو تقيد في الزمن، لا أعرف إن أكلت التفاح الأول أم الموز الأول، ما يهمني أنك أكلت التفاح والموز. أيضا الآن ننتقل أعزائي إلى حرف الفاء. كبقية حروف العطف أول مهمة هي أول مهمة لحروف العطف وهي الربط بين كلمتين في الحكم وفي الإعراب، لكن عندما أقول حرف الفاء فهذا يعني الترتيب والتعقيب في العطف. ما معنى الترتيب أعزائي التلاميذ؟ عندما أقول أكلت التفاح فالموزة، الترتيب هنا يعني أنني أكلت التفاح هو الأول ثم أكلت الموزة. ما معنى التعقيب؟ التعقيب هنا يدل على أنني أكلت الموزة مباشرة عند أكل الانتهاء من التفاح، أي أنه لا يوجد فاصل زمني بين أكل التفاح والموز. ثم هي من حروف العطف أيضا تعمل عمل حروف العطف، تربط بين كلمتين في الحكم وفي الإعراب، بالإضافة أنها تفيد الترتيب، اسمع جيدا، الترتيب والتراخي. قلنا الترتيب معناه أنني أكلت التفاح هو الأول، بعده أكلت الموزة، لكن ما معنى التراخي؟ التراخي أنه يوجد فاصل زمني، عندما أكل التفاح يأتي الفاصل الزمني ثم أكل الموز، يعني يوجد فاصل بين أكل التفاح والموز، على عكس حرف الفاء منذ قليل لا يوجد فاصل زمني. أو هنا أو يجب أن نركز قليلا، عندما أقول لك هل ستأكل التفاح أو الموز، طرحت عليك سؤالا، هل ستأكل التفاح أو الموز؟ هنا طرحت عليك سؤال، فماذا تفيد أو كبقية حروف العطف؟ فهي تعمل على الربط بين كلمتين في الحكم وفي الإعراب. أخيرك بين أكل التفاح والموز، هنا حسب سياق الجملة هل ستأكل التفاح أو الموز، هنا أخيرك بين أكل التفاح أو الموز. عندما أقول لقد نسيت هل أكلت الموز أو التفاح، هنا وقع شك، على عكس هذه هنا أخيرك، لكن في المثال الثاني وقع لك شك هل أكلت التفاح أم الموز. أيضا مثال ثالث عن أو، التقسيم أو التفصيل. أقول لك مثلا تستطيع أكل الموز أو التفاح، هنا ماذا فعل؟ تقسيم أو تفصيل بين التفاح والموز. الآن ننتقل إلى حرف آخر. في جملة أخرى أعزائي التلاميذ استعملت حرف عطف آخر وهو لا، وأقول أكلت التفاح لا الموزة. هنا ماذا فعلت أعزائي التلاميذ؟ لا هنا تنفي، اسمع جيدا، تنفي عن المعطوف ما ثبت للمعطوف عليه. ما معنى ذلك؟ عندي هنا هذا المعطوف
المعطوف عليه، وهذا المعطوف أعيد ما قلته منذ قليل، تنفي عن المعطوف، تنفي عن المعطوف ما ثبت على المعطوف عليه، أي أنني ثبتت أكل التفاح ونفيت أكل الموز. أيضا عندنا حرف آخر لكن استعماله قليل جدا في حروف العطف، وهو حتى. عندما أقول لك أكلت، استمع جيدا، أكلت الفاكهة، اسمع جيد، الفاكهة حتى الموز. لاحظوا معي، توجد علاقة بين الموز والفاكهة. ما هي؟ الموز يعتبر جزءا من الفاكهة. تحقق العطف هنا، وجب أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه. الموز هو جزء من الفاكهة، هنا يتحقق العطف. هذا هو شرط حتى. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. مرجو منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو. في أمان الله.